بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هناخد إن شاء الله example، يعني simple way كده عشان نقدر نكريت الفايل بتاع CSV file. CSV file فايل بسيط، شبه التيبل كده اللي في الإكسل شيت البسيط. ممكن نعمله بفرق كومة، طبعا ممكن نستخدم له library خارجية ونشتغل عليها اللي بتاعة CSV، وممكن نعمله بشكل بسيط جدا من خلال الفايلز اللي احنا اخدناها. يعني لو انا جيت عملت فايل وقلت له اوبن، وجيت مثلا قلت له انا هعمل مثلا داتا 1.csv مثلا، ده فايل تمام، وقلت له انا هفتحه فور ابند مثلا، عايز اد عليه يعني. حلو جدا. وجيت بعد كده قلت له فايل دوت رايت، طبعا الرايت هنا هتبقى بتابند، بس هابند باسلوب السي اس في، يعني نيم كوما سبيس تمام، جندر كوما سبيس، طبعا مش لازم السبيس بس يعني، والفون، وليكن احنا بناخد النيم والجندر والفون مثلا وسلاش ان طبعا عشان يعرف ان احنا اللاين ده انتهى تمام. واخد بنفس الاسلوب ده كابي بيست، وما قايل بقى هنا النيم مثلا، تعال نقول عادل مثلا جندر ميل، والفون يديله اي رقم تليفون، طبعا اي رقم تليفون مش صحيح كده اي حاجه، هو حد يتصل و علي مثلا ام برضو اي رقم، و بسمله مثلا خليها اف، ونديها رقم تليفون بس. وبكده اكون انا ايه رايترت البيانات بتاعتي، اكنها في كولوم اسمه النيم، في كولوم اسمه الجندر، في الفورم، في كده، وعمال ادخل البيانات بتاعتي، وفي الاخر اقول له برنت فايل كرييتد سكسسفولي تايبو طبعا. ماشي. ماشي كويس. ونقفل الفايل، يعني اقول له فايل دوت كلوز وخلاص. تعالوا بينا ايه نرن الفايل ده، فايل 18، الفايل كريتد سكسسفولي. تعال نشوفه، كان اسمه ايه؟ كان اسمه داتا 1، حرف الدي فتحط فوق اهو، ده الفايل بتاعنا اتحط فوق كده. طيب احنا هقول له شو ان اكسبلورر، طلع لي شكله الاكسل، طبعا لو انت عندك اكسل شيت هو كوما سيبريتر فايل يعني. فلما جينا نبص عليه كده، ادي الايه، ادي الشكل بتاعنا على الايه، على الاكسل شيت ك سي اس في فايل بسيط. طبعا بنفس الفكر ده انا ممكن اقدر اخد بيانات من اليوزر، على اساس ان اليو اقول مثلا ده يعني انتر الامبلوي نيم، الامبلوي جندر، الامبلوي فون، وتا تا تا اخد منه اللي بعده اللي بعده اللي بعده لغايه لما ايه اكزت، وبالطريقه دي انا اخد الملم منه الايه بيانات الناس وادخلها جوه التيبل بتاعي. يعني لو عملنا ده كده نعمل كده تاسك اساينمنت، انك نخلي نفس البيانات دي كده، بيفتح بنقول دخل بيانات الموظفين، وبنبدا ندخل البيانات، نقول له هات النيم، هات الجندر، هات الفون، انت عايز تكمل؟ هات النيم، هات الفون، هات الجندر، عايز تكمل؟ هات النيم، هات الفون، هات الجندر، مش عايز تكمل طبعا بيدخل اي حاجه، نقول له اكزيت ويخلص، يبقى كده بيضيف. يجي يفتح نقول له انت عايز تكتب تاني، يضيف. طب عايز مثلا تريد، هو مطبع له كل النتائج، تريد لاينز وخلاص، ونشوفها مع بعضنا ان شاء الله. السلام عليكم.